أخ مكرم، إحنا معانا حوالي 4 دقائق، إذا ممكن نأخذ بردية تانية وحتى ننهي هاي الحلقة ونستكمل حديثنا في الحلقة القادمة. تفضل أخ مكرم. بنحكي كمان عن برديات بودمر. إحنا يعني كيف المشاهد ممكن يشوف في شريحة 18 أعتقد مكتوب بي، اللي هي اختصار كلمة بابايروس اللي هي بردية بالإنجليزي، رقمها 66. طريقة الكتابة كمان يعني مبينة كمان واضحة. كمان هاي البردية بتعود لأوائل القرن الثاني، يعني حوالي 150 ميلادي. لكن الإشي الجميل في هاي المخطوطة أنه فيها تقريبا كل إنجيل يوحنا ومحفوظة بشكل كبير كيف مبين للمشاهد. وأول يعني 26 ورقة فيه لاقوها كانت سليمة تماما، لحد ما يعني إنه خياطة، ما هن يعني في هاي الفترة صار في من برديات صاروا يجمعوها ويخيطوها مع بعض ككتاب يسموه كودكس، يعني أساس بداية الكتب اللي إحنا بنعرفها. لقوها سنة 52 ميلادي في دشنا في مصر، وهي يعني كمان برضو لما منلاقيها في أماكن وجودها إحنا بنقول إن هي موثوقة تماما ومهمة ل يعني لمعرفتنا. إن كان في مجال إن أقول كمان عن تشستر بيتي كمان الدقيقة بنفع. تفضل أخ مكرم. البردية اللي بعدها كمان عشان أختم موضوع البرديات، البرديات كمان في 46 بردية تشستر بيتي وجدت بأوائل القرن العشرين، كمان تاريخها بيرجع 150 ل200 ميلادي، موجود كلها أقدم المخطوطات، من أقدم المخطوطات الكاملة في العهد في اللغة اليونانية. بعض منها مكتوب موجود في مكتبة تشستر بيتي في لندن، في دبلن في إيرلندا. البعض فيها موجود في ميتشيغان في أمريكا. فيها 9 رسائل لبولس وموجودة يعني بالترتيب، رومي، عبرانيين، كورنثوس، أفسس، فيها كم كبير، كولوسي، 2 فصلين من تسالونيك الثاني. الأساس أو الفكرة أنه عم نقول إحنا أخذنا عينة بس من أقدم المخطوطات وشفنا في يعني موثوقيتها، وقريبة جدا جدا لا تقاربها أي نوع من الكتاب القديم على الإطلاق. وهذا طبعا يثبت علميا أنه هذا الشيء يعني قريب جدا لوقت الكتابة، إذن هو جدا جدا موثوق.